لا تجرؤ. دولتين اتنين لا يجرؤ حد على ضربهم في المنطقة. إيران؟ لا، إيران دي مش في المنطقة، إيران دي 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 مش عربية. طبعًا إيران محدش هيضربها على فكرة. بس السعودية ومصر. السعودية ليه؟ السعودية تجيش كل مسلمين العالم ضد أي دولة بتحاربها. شفت المسلمين اللي في العالم دول كلهم؟ تعمل منهم انتحاريين. السعودية دولة خطيرة جدًا. السعودية ومصر. السعودية بتوظيف كل الإسلاميين من جاكرتا لنواكشوط. هيمشوا ورا السعودية. ده الخوف من السعودية من كده. مش عندها جيش ولا ما عندهاش جيش، لا. ده أول ما يقولوا يا جهاد كل دول هيستجيبوا. وعندها قدرة على إنها تنفق عليهم. ومصر